ليست مجرد قطعة قماش بل رمز قوي لقضيه طال عمرها اكثر من 75 عاما بالالوان الابيض والاسود جابت الكوفيه الفلسطينيه جميع انحاء العالم تعاطفا ودعما للشعب الفلسطيني المنكوب ونداءا بوقف اطلاق النار على المدنيين والاطفال والنساء من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه الكوفيه اسم اطلق من مدينه الكوفه العراقيه وصلت الى فلسطين في عهد الانتداب البريطاني وتم صنعها من الحرير او القطن او الصوف والرسومات المنتشره على الكوفيه تشير الى اكثر من مجرد رمز حيث تمثل شبكه الصيد الى التماسك بين الافراد في حين ان الخطوط الموجوده على الجانب الاخر هي ورق الزيتون الذي يعد رمز الاصاله الفلسطينيه وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي أصبحت الكوفية الفلسطينية الرمز الأشهر لكل مناد بالحرية في العالم وفي مواجهة كل ما يروج له الاحتلال وداعموه وكلما كان الرمز أشد قوة وتأثيرا وانتشارا كلما كان مصدر خوف للحكومات التي تدعم الجانب الآخر فالكوفيه التي ترمز للمقاومه الفلسطينيه اصبحت شبحا يهدد بعض دول الغرب كالمانيا التي منعت ارتدائها في مدارسها بحجه انها قد تشكل تهديدا للمجتمعات الغربيه في ظل ما تشهده من ارتفاع معدلات التاييد في الراي العام تجاه القضيه الفلسطينيه ارتفاع مبيعات الكوفيه الفلسطينيه حول العالم لا يشير الا لمدى التعاطف والدعم تجاه فلسطين في مختلف انحاء العالم فاصبحت خيوط الكوفيه الفلسطينيه هي مزيج من خيوط الامل والغضب والتعاطف في ظل اوضاع انسانيه غير مسبوقه في قطاع غزه المنكوب